اديني فرصة اساعدك عشان تكوني سعيدة بجد. والخدمة اللي اقدر اعملها لك ان احنا نكمل جلسات العلاج اللي احنا ابتديناها النهاردة. العلاج؟ هو انت كنت بتسجلي؟ بصراحة في الاول كنت عايز امسك عليكي دليل زيادة، بس بعد ما ابتدينا نتكلم قلت ليه ما نبتديش العلاج؟ ده شيء غير قانوني وانا هوديك في 60 داهية. خلاص من حقك ما تكمليش علاج، ولو على التسجيل بتاعي همسحهولك اهو.